تعي تماما صعوبة المعيشة اللي يعانيها المواطن. يعني احنا مش عايشين في جزيرة معزولة، احنا لنا اخو واخت وام في هالقرى عايشين ويعانوا نفس الظروف اللي بيعانوا منها كل المواطنين الاردنيين. يعني احنا غريبين عن هذا المجتمع، ونعي تماما الصعوبات التي يواجهها ومقدرينها، وبنعرف انه التأقلم معها ليس بالامر السهل، ونبذل كل جهد ممكن للتخفيف من هذه الصعوبات. لكن يا اخواني، العنف لا يخفف من هذه الصعوبات، الاضرار بالممتلكات العامه والخاصه لا يعني يخفف من اي شيء انت بتعاني منه، بالعكس يزيدها ويزيد صعوبه في تمويلها. اللي بدي اقوله انه بعد ما حدث امس سيكون هناك اجراءات امنيه مشدده، وسيتم تعزيز القوات الأمنية في المناطق التي تشهد مثل هذه الأعمال. لن يسمح لأي شخص أن يستغل الاحتجاجات والتعبير السلمي اللي احنا نقر فيه ولا نمانع فيه ونحميه، أن يستغل مثل هذه الاحتجاجات لأخذ البوصة باتجاه العنف والإضرار بالممتلكات والأضرار بأمن الدولة، والذهاب بنا إلى حالة من عدم الأمن لنا ولأسرنا ولممتلكاتنا العامة والخاصة ومآلاتها الصعبة التي إذا حصلت لا سمح الله قد يكون